قبل ما نمشيو للموضوع الرئيسي تاع فضيحة العصابة الساحة الدولية، شوفوا موضوع دابا في الأخوية الجزائرية المغربية، لأنه لازم نتكلموا فيها. وعلاش؟ لأنه الأخوة الجزائرية المغربية هي اللي راهي السبلة تاع عصابة الحرام الحاكمة في الجزائر، و الأوباش اللي عايشين في المغرب تحت تأثير عصابة الحرام اللي تحكم في الجزائر، بالإضافة إلى أزلام العصابة في الجزائر. شوفوا أخ شاب مغربي في قناة يوتيوب، ونتمناو تعودوا تتبعوا هذا الشاب إذا تشوفوا القناة تاعو، انه شاب هدايا مغاربي تاع الصح، وذوق تشوفوا بالصوت والصورة. الشاب هذا خصص فيديو كامل للتيفو اللي داروه انصار مولودية الجزائر بمناسبة المقابلة اللي جرات في ملعب 5 جويلية ضد فريق الصبرة. تيفو عالمي في العالم كامل تكلموا عليه، العالم كامل تكلموا عليه، والجميل انه يعني تقريبا الوحيد على الشباب اللي عندهم مواقع تاع اليوتيوب اللي خصص حصه فيديو كامل لهذا التيفو وردود افعال عالميه حول هذا التيفو. نشوفوا هذا الشاب هذايا كيفاش نظر للتيفو. وهذه الفيديوهات نتاع مواطنين مغاربه فلسطينيين وجزائريين، اغلبيه الفيديوهات غادي يكونوا على التيفو اللي دارته مولوديه العاصمه على فلسطين. تفرجوا في الفيديو حتى النهايه. الجزائر ابن قبل ما نكملوا نسمعوا الفيديو هذا، نشوفوا الشاب هذا واش عنده. شوفوا مليح مليح واش معلق في بيته، معلق العلم المغربي والعلم الجزائري في بيته، واش يدل؟ لما نشوف شاب معلق العالم المغربي والجزائري في بيته، قل الحمد لله يا ربي المستقبل ما يخوفناش، بالعكس المستقبل فيه أمل كبير. بأمثال هذا الشاب هذا، أمثال هذا الشاب. دونك نكملوا نشوفوا كيفاش يتكلم على التيفو تاع مولودية الجزائر، ويسجل في ردود أفعال فلسطينيين مصريين مغاربة بكل جهة. نسمعوا. مولودية الجزائر سجل هدف واحتفل على طريقته الخاصة، الرقصة الرجولية لشاب فلسطيني في أرضية الملعب. يوسف البليلي سجل هدف، ذهب إلى الاحتفال، رفع علم فلسطين ورقص رقصة الشرف لابن فلسطين في أرضية الملعب. زملائه ساندوه في هذا الاحتفال ورقصوا رقصة الشاب الفلسطيني في أرضية الملعب. يوسف البليلي ابن الجزائر ابن مولودية الجزائر، أجمل من احتفل في عالم كرة القدم، أجمل من احتفل في رقصة الفلسطينية، رقصة الرجولة لشاب الفلسطيني، ماركة مسجلة في أرضية الملعب أصبحت لابن الجزائر ابن المولودية الجزائر يوسف. تحية ليوسف بليلي، وبصراحة موقف زوين منه دار هذا. شوفوا فيديو واحد آخر. عليكم تحية للجميع، تحية خاصة لجماهير مولودية الجزائر، جمهور بمعنى الكلمة. كنقولوا في المغرب جراد، هناك في الجزائر جمهور المولودية حب عقلية، أحسن جمهور
في الجزائر لا من ناحيه الشعبيه لا من ناحيه التفوات لا من ناحيه الاهازيج. تحيه ليهم وتحيه لكاع صحابنا اللي في الجزائر. البارح كانت عندهم مقابله ورفعوا تيفو نصرة اللي في فلسطين. تفرج ليا المتعه المتعه اخو مدراجات داك الشيء مرسوم. تحيه لي. شوفوا الجميل في هذا هو انصار الرجاء البيضاوي مع انصار مود الجزائر، يعني كاين توأمة بيناتهم. الجميل انه الرجاء انصار الرجاء كانوا عملوا يعني اغنيه وعملوا شيء يعني كبير لفلسطين، ولكن ما كانش غيره. قال سنا مولود داروا خير من التيف وما نتكلموش عليهم. لا كونتر يجي ويتكلم ويهني وزيد الشاب هذا نفس الشيء. شوف كيفاش هذه الاخويه كاش قال لا سنا ما نتكلمش عليهم باش كادو داروا حاجه ما خير. لا كونتر يفرح ويفتخر بها لانه يعتبر نفسه جزء منها. هذه الاخويه هذا هو هذه الاخوه اللي تشمئز منها هذوك هذيك العصابه الحاكمه في الجزائر وهذوك الجراثيم اللي ينخروا في جسد المغرب. سمعت المغرب الشريف، المغرب النظيف، المغرب العفيف اللي فيه هذوك الجراثيم اللي تسيبهم يسبوا في الجزائر ويسبوا في الشعب الجزائري وفي تاريخ الجزائر، لانهم يحبوا يزيدوا ينشروا العداوه وبالتالي باش يوصلوا السم تاع العصابه الحاكمه في الجزائر، لانهم هما جرذان تاعها. هما يتغذوا من العصابه الحاكمه في الجزائر والعصابه الحاكمه في الجزائر تتغذى منهم ثاني. شوفوا كيفاش. نكملوا الناس نشوفوا مع المناصر تاع الرجاء البيضاوي. كما قلت يعني مولود الجزائر مع الرجاء البيضاوي كان توأمة بين الأنصار قبل ما تكون بين الناديين، يمكن مقبل بين نادي المولودية ونادي الرجاء لما لعبوا في التساير. وهذا نسيت نذكر أول مرة في التاريخ كرة القدم فريق في ديربي يمشي يغلب فريق المحلي، وهذا ما حصل للرجاء البيضاوي. لعب مع مولود الجزائر ماذا سان ديربي مغربة ديربي مغاربي، ماشي غير قال استقبلوهم يعني بالأحضان زادوا ربحوا. الرجاء ربح في الجزائر تحت تصفيقات وتشجيعات أنصار مولودية الجزائر اللي معروف عليهم باللي يعني ديزولترا دي شوفان تاع الكلوب ديالهم. ولما المولودية مشات تلعب في الدار البيضاء، شوف سبحان الله المولودية ربحت في الدار البيضاء تحت تصفيقات أنصار الرجاء البيضاوي. أنا كنت حاضر في المقابلة هذيك، لحمي شوك يعني المقابلة هذيك. كي جا نادي مولود الجزائر عطاو لي لي شارب هذوك، عطاو لي لاخرش من ديك صحابي تاع الرجاء اللي هنا، وعطاو لي انفيتاسيون باش نحضر المقابلة ودي فانديون وكامل. ايبا اصدقائي تاع الرجاء قال لي لا، الانفيتاسيون تاعك تاع المولودية مدالو واحد اخر بيضاء رجاوي وانت تجي تقعد معنا في المنصة الشرفية تاع الرجاء. شوف كيفاش هذاك الشيء الاخويه اللي موجوده ما بين نادي مولود الجزائر ونادي الرجاء البيضاوي. نواصلوا مع هذا المناصر هذا. انا بدي نص الصوت يمكن بصح شو داك الشيء والله الا رسمه زعما فنانين، والله الا فنانين. خاوه خاوه تحيا جمهور الجزائر وخاصة جمهور مولودية الجزائر، أحسن جمهور هناك في الجزائر. تحية. واش مولودية الجزائر ولا مولودية العاصمة؟ يمكن مولودية العاصمة. تحية لهم وتحية للرجاء الوداد كاع الفرع. الأخ ما يعرفش اللي كي تقول مولودية الجزائر هي مولودية العاصمة، يعني هي نفس التسمية.
عاصمة الجزائر، عاصمة الجمهورية الجزائرية اسمها الجزائر، وتسمية مولودية الجزائر العاصمة هي نادي مولودية الجزائر، مولودية كلوب دالجي. دونك وما على بالش العاصمة الجزائر، سي الجزائر هي العاصمة، هي عاصمة الجزائر، ولكن التسمية الحقيقية مولودية الجزائر، يعني العاصمة الجزائرية، ولكن الجزائر تبقى عندها أنصارها في كل جهة، ماشي غير في العاصمة، أنصارها في كل مدن الجزائرية نظرا للتاريخ المولودية ونظرا لشعبية هذا الفريق هذا. نكملوا نواصلوا مع الشاب ديالنا، تفرجوا شي فيديو واحد اخر نشوفه ثاني. الجزائر وخاصة ابناء جماهير مولودية الجزائر اليوم في المباراة رفعوا طيف وجميل المولودية الثورية في داكية ارض الثوار. جماهير الجزائرية إلنا زمان وشايفين هيك تيفو من أبناء الجزائر بعد توقف المباريات في الجزائر. إخوان للأمانة، الجزائر يوجد حرب على فلسطين أو لا يوجد حرب على فلسطين، يدعم القضية على السراء والضراء. أبناء الجزائر حتى لاعبهم يوسف البلايلي سجل هدف دعم قضية الفلسطينية، احتفل برفع علم فلسطين. ابن الجزائر يا اخوان، والله ثم والله ابناء الجزائر صمام الامان بدعم الاساسي للقضية الفلسطينية، هم ابناء الجزائر، لا احد يزيد على ابناء الجزائر، لا احد يزيد بالمناصرة القضية الفلسطينية على ابناء الجزائر، والله اللي فعلوه شيء مشرف. ومبروك الفوز يا اخوان، يا جماهير مولودية الجزائر مبروك الفوز اليوم يوسف البلايلي، والله ربي يحفظك، سجل هدف دعم القضية رفع علم فلسطين باحتفاله للهدف. أبناء الجزائر الله لا يحرمنا هذا التيفو، الله لا يحرمنا هذا الجمهور الشريف، الله لا يحرمنا صوت الجزائري لما يدعم قضية الفلسطينية، أنتم من الشرفاء يا أبناء الجزائر. صراحة تيفو زوين داروه الله إلا واحد. أنا يعني عاد كنشتوني راني ندير معكم هذه الفيديوهات، دخلت جبت هذه الفيديوهات وراني نتفرج لهم معكم أول مرة، أنا هكا معتاد كنتفرج معكم أول مرة، عاد كنشت هذا التيفو صراحة واه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش قدمت الجزائر تاعك؟ وليش يا صاحبي الجزائر مش تاعي. الجزائر هي تاع 1.5 مليون شهيد، هم اللي تعبوا عليها وهم اللي جابوا استقلالها عشان احنا نعيش ونواجه الحياة. هذه الحاجة الأولى. وماذا قدمت الجزائر لفلسطين؟ الجزائر اللي قدمت لفلسطين ما قدمتوش أي دولة في العالم. بكفي اعتراف الجزائر في الدولة الفلسطينية عام 88. تقدروا تتابعوا الفيديو هذايا على موقع معاد، معاد فلوج، تتابعوه. وتقدر تحط مثلا غير عنوان على تيفو لأبي عبيدة ورقصة الأرض مولودية الجزائر ردة فعل المغربي، مع تكتب هكذا مع الموتور دو ريشيرش، وتقدر تشوف الفيديو تاع معاد فلوج، معاد ام او يو ا دي، معاد فلوج تشوفوه وتشجعوا ثاني، لأنه هذايا شاب مغاربي تاع الصح، الموت على الصح، بارك الله فيه والله يكثر من نتالو. انا عندي الان للشيء اللي يزعج العصابه، لانه حتى هذا يزعج العصابه لما تشوف شاب مغربي هكذا حاط درابو تاع الجزائر وتاع المغرب في بيتو، سمعت، ويتكلم على انجاز رياضي في الجزائر. هذا الانجاز اللي العصابه الحاكمه في الجزائر كانت بذله كل ما في وسعها باش ما يسرعش، باش ما يكونش غلق الملاعب، غدر خد المدرجات على لانها خايفه لا تقلب عليها الناوره، وتتقلب عليها ان شاء الله، تتقلب عليها. يعني انا عدي الان الى الموضوع الرئيسي. في